ازيك يا سارة عاملة ايه؟ الحمد لله يا ملك بقولك ايه انا زهقانة شوية ما تيجي نخرج نروح الجنينة نلعب او نشرب حاجة ماشي يا ريت انا كمان كنت زهقانة انا هقول لماما واخرج معاك ماشي انا هستناك يلا باي باي ماما بعد اذنك انا هخرج انا وسارة شوية هتروحوا فين؟ هنروح الجنينة نشرب حاجة ونتمشى شوية ماشي حبيبتي ما تتأخريش وما تروحيش في اي مكان تاني لا يا ماما ما تقلقيش مالك يا سارة شكلك متضايق ليه كده؟ متضايقة عشان أهلي مش بيحبوني كل شوية بيعاملوني وحش وأنا زهقت منهم إيه اللي أنت بتقوليه ده يا سارة؟ أكيد بيحبوكي طبعا أنت بس اللي فاهمة غلط وحساسة شوية شيلي الأفكار دي من دماغك أما ترجعي البيت وتركزي كده هتكتشف إن هما بيحبوه وأنت اللي فاهمة غلط فعلا يا ملك ممكن يكون عندك حق وأنا اللي فاهمة غلط طب يلا نطلب اتنين عصير نشربهم ونقوم نتمشى شوية كريم هو أنت لما بتخرج من البيت أنت وأصحابك بتروحوا فين؟ يعني بنخرج نتمشى، نقعد في كافيه نشرب حاجة، نروح بلاي ستيشن، نلعب كورة، يعني ليه؟ بتسألي ليه؟ عايزة تخرجي معانا؟ يا ريت ينفع، كان نفسي أخرج معاك براحتي وأبقى زيك، أو أخرج مع أصحابي كده براحتي، مش دايما خروج بمواعيد ورجوع بمواعيد، ما تروحيش هنا وتعالي هنا وما تتأخريش، مش زيك براحتك خالص. أنتي بنتي يا حبيبتي ولازم نخاف عليكي. طيب يا كريم ممكن تاخدني معاك؟ خد أختك يا كريم واخرج إنت وهي واتمشوا شوية، ماشي يا ملك، هخرج أنا وإنتي نتمشى شوية دلوقتي، لأ ينفع ألعب معاكم كورة؟ لأ طبعا تلعبي معاهم كورة إزاي؟ ما ينفعش، إنت اتجننتي يا ملك؟ لأ طبعا، أنا قصدي أخرجك نتمشى شوية، مش تلعبي معانا كورة؟ خلاص مش عايزة ألعب، أنا هطلع أنام، أما أدخل أوضة كريم بسرعة قبل ما يشوفني، أنا هاخد من عنده بندلون وتشيرت، حلو قوي الطعم اللي أنا أخدته من عند كريم أنا بقى هستنى شوية لحد ما أتأكد إن هما ناموا أما أطلع أشوفهم بقى ناموا ولا لسه الحمد لله دخلوا أوضتهم وناموا أما أروح ألبس أنا بقى اللبس بتاع كريم مظبوط عليا قوي بس أنا مش هينفع أسيب شعري كده أنا لازم أسرحه عشان يبقى زي شعر كريم بس أعمل إيه؟ أنا هسرحه وألبس عليه الكاب كده بقى شكلي بقى مختلف أما أخرج بقى يا سلام أخيرا هخرج لوحدي زي كريم بالليل عادي ومحدش هيقول لي حاجة بس أنا لازم أعمل صوتي زي كريم عشان يفتكروني ولد لو سمحت يا عمو بقيمة دوريتوس ده ثانية واحدة بس أما أخلص يلا يا عمو أنا واقف بالي كتير خلص بقى خلاص خلاص طيب أنت مستعجل على إيه بس يا سلام حلو قوي بقى ملاقيش حد يلعب كوره العب معاه عايز العب كوره زي كريم ايه ده ولاد بيلعبوا كوره اه اما العب معاه ممكن يا صاحبي العب معاكم كوره ماشي لو بتعرف تلعب هنلعبك معانا لو مش بتعرف بقى اقعد اتفرج علينا وتعلم بعرف العب طبعا ده انا حريف لعب كوره ماشي هتلعب معانا اسمك ايه بقى انا اسمي مهند طب يلا يا مهند ورينا بتعرف تلعب ولا لا يا مهند انت مش عارف تلعب بالكوره اقعد اتفرج علينا بقى وتعلم مننا اه لا خلاص مش هلعب دلوقتي بقى انا هبقى العب معاكم بكره مش انتوا بتبقوا هنا كل يوم ايوه بنبقى هنا كل يوم خلاص اشوفكم بكره سلام يا انا مبسوطه قوي عملت حاجات كان نفسي اعملها من زمان أما أرجع البيت بقى كفاية كده حاجة لله يا ابني ساعدني أنا غريب مش من البلد وفلوسي خلصت وعايز أرجع بلدي أكيد الراجل ده كداب وعامل كده عشان ياخد فلوس إيه لا يا عم أنت باين عليك كداب أنا مش معايا فلوس يلا امشي ده الوقت اتأخر قوي أما أدخل البيت بقى بسرعة يا رب ما يكون حد فيهم صاحي ويشوفني اما غير بقى اللبس ده بسرعه وارجع زي ما كنت ماما انا هطلع البس واخرج مع اصحابي شويه ماشي يا حبيبي اخرج الله هو فين البنطلون والتيشيرت الازرق في اسود ده انا كنت محضرهم امبارح عشان اخرج بيهم النهارده ما راحوا فين معقول تكون ماما غسلتهم المنزل اسالها ماما ما شفتش البنطلون بتاعي والتيشيرت الاسود في ازرق انا مش لاقيهم في دولابك يا حبيبي انا مطبقه وحطة في الدولاب مش موجود يا ماما هو انت يعني يا كريم لازم تلبس نفس الطقم ما انت عندك لبس كتير خلاص يا ماما انا هروح اشوفه في الغسيل يا حبيبي انا متاكده انه نضيف طب انا هروح ادور في الغساله وخلاص ما هو يعني انا مش لاقيه هيروح فين خلاص يا حبيبي البس اي حاجه دلوقتي مش مهم هبقى أدور لك عليه لا يا ماما انا مش بحب حاجه من لبس تضيع انا هروح اشوفه في الغساله بنفسي ايه ده بقى اهو في الغسيل ايه اللي جابه هنا انا لقيته يا ماما في الغسيل ومش ندي. يعني هيكون مش لوحده لحد الغساله اكيد انت لبسته يا كريم وانت ناسي انا متاكد يا ماما انا شايفه امبارح لا لا يا كريم انت لبسته ومش واخد بالك انت بتنسى كتير يوه خلاص انا هطلع البس حاجه تانيه واخرج مع اصحابي ملك انا رايحه السوبر ماركت تيجي معايا ام لا يا ماما روحي أنت انا ممكن اخرج انا كمان مع اصحابي هتروحي فين هروح الجنينه يا ماما يعني هكون هروح فين يعني ماشي يا حبيبتي يلا انا همشي بقى سلام اما اروح بقى عند كريم اخد لبس من عنده واخرج يا سلام ايش يا دي يا ملك ده الطعم عليا احلى من كريم يا ترى مين اللي بيتصل دي ساره الو ازيك يا ساره ازيك يا ملك انا هعدي عليكي في البيت دلوقتي بس انا مش في البيت انا خرجت طيب انت فين وانا اجيلك انا جنب النادي خلاص استنيني بقى وانا هجيلك جنب النادي ماشي يلا سلام هي فين ملك مش قالت ان هي مستنياني هنا يا خبر انا نسيت ان انا لابسه لبس كريم انا ما اخدتش بالي ابدا وقلت لها ان انا مستنيها هنا دي هتشوفني وتعرف طب اعمل ايه انا دلوقتي انا بس ايه اللي يخليني اقول لها ان انا هنا هي راحت فين اما اتصل بيها يا خبر دي بتتصل بيا انا مش هرد هي مش بترد ليه يوه لما اروح اسال الولد ده إيه لو سمحت ما شفتش بنت واقفه هنا يلا ابعدها عني انا مش ناقص مشاكل يلا امشي من هنا هو متنرفز كده ليه هو انا عملت ايه يعني ده انا بساله سؤال عادي بس غريبه قوي الولد ده فيه شبه كبير قوي من ملك اما اتصل بيها تاني يا رب ترد دي بترن تاني اما اقفل الموبايل خالص غريبه قوي الموبايل اللي مع الولد ده شبه الموبايل بتاع ملك بالظبط بعدين كل ما رن على ملك نفس الموبايل بتاع الولد ده بيرن في نفس الوقت غريبة أنا هستناها شوية بقى لو ما جتش أروح لها البيت وخلاص يا خبر كريم أخويا يا رب ما يكون شافني أما بسرعة شفتوا الولد اللي كان ماشي من هنا ده حاسس إن أنا شفته قبل كده مع إن أول مرة أشوفه بس شكله مش غريب عليا واللبس اللي هو لابسه ده عندي لبس زيه بالظبط بس مش واخدين بالكم من الولد ده اول ما شافني شكله اتخض كده ومشي بسرعه وغريبه بقى انه لابس نفس لبسي يا عم ما تشغلش بالك بيه بقى ولد يعني ايه المشكله ما يكون لابس نفس لبسك اهو مشي مش عارف حاسس ان انا اعرفه واعرفه كويس قوي انا متاكد ان شفته قبل كده بس مش عارف فين بقول لكم ايه انا همشي يلا سلام الولد ماشي هناك اهو نادي عليه انت يا كابتن يا اللي لابس كاب انت يا خبر ده كريم اخويا وبينادي عليا اما اجري يا خسارة ملحقتوش ايه ده كريم ازيك يا كريم اهلا ازيك يا سارة هي ملك فين يا كريم قالت لي ان هي مستنياني عند النادي ورحت ملقتهاش وكمان اتصلت بيها ما بتردش وبعد كده موبايلها بقى مقفول انا دورت عليها ومش لاقياها انا معرفش اساسا ان هي جايه النادي انا اصلا نزلت من البيت وكانت لسه موجوده طيب اما ترجع البيت بقى يا كريم وتشوفها بقى خليها تكلمني ادخل اغير اللبس ده بقى بسرعه واخبيه في الدولاب اما اعمل بقى نفسي نايمه هو اللبس راح فين اللبس ده انا شايفه في الدولاب هيكون راح فين في حاجه غلط بتحصل اما انزل ادور في الغسيل ولا اروح اسال ملك دي ملك نايمه الحمد لله تكرني نايمه ازيك يا طنط؟ أهلا يا سارة، ازيك يا حبيبتي؟ هي ملك فين يا طنط؟ في أوضتها يا حبيبتي نايمة، أنا رجعت من بره لقيتها نايمة، اطلعي لها. ماشي يا طنط. اصحى يا ملك، يا ملك، إيه ده؟ سارة، أنت هنا من بدري ولا إيه؟ أنت بتهزري ولا إيه؟ مش أنا كلمتك يا بنتي وقلتي إن أنت عند النادي، مستنياكي؟ انا قلتلك كده مستحيل طبعا انا كنت نايمه وما خرجتش طب وريني الموبايل بتاعك بقى وانا اعرفك ان انا لك اهو شفتي بقى ان انا كلمتك ممكن اكون رديت عليكي وانا نايمه ومش واخده بالي ماما مش معقول بقى كده يا ماما ايه اللي حصل يا حبيبي في ايه كل يوم يا ماما ادور على اللبس بتاعي مش بلاقيه مره الاقيه في الغسيل ومره يختفي خالص مش لاقيه طيب معلش يا حبيبي دور تاني في الغسيل انا دورت يا ماما وما لقيتوش مش عارف راح فين هو كل يوم طقم هيختفي أكيد يا كريم إنت لبسته ولا شايله في مكانه ومش فاكر. لا يا ماما مش معقول. مالك يا كريم متنرفز ليه كده؟ أبدا يا ستي مش لاقي طقم تاني من عندي مختفي ودي تاني مرة تحصل معايا ودورت في الغسيل بقى وملقيتوش مش زي التاني لقيته في الغسيل. طيب وليه الطقم ده ما تلبس واحد تاني وخلاص؟ أنا ما كنتش عايزة ألبسه أنا شفت واحد عند النادي لابس نفس الطقم بتاعي وأول ما شافني مشي بسرعة. إيه ده؟ أنا كمان شفته واقف عند بوابة النادي وسألته على ملك وكلمني بطريقة وحشة بمشي بسرعة إيه ده ده نفس الطقم ده أنا شفته دلوقتي في أوضة ملك ولما رنت على الموبايل بتاعها موبايله هو كمان رن في نفس الوقت وكان معاه نفس الموبايل معقول اللي في دماغي ده يكون صح طب هي هتعمل كده ليه لا لا مش معقول لا ممكن أنا لازم أقول لطنط بس مش لازم أعرف ملك إن أنا قلت لها يا كريم أكيد اللبس موجود بس أنت اللي مش عارف تدور طيب أنا هدور لك عليه يا كريم بس انا لو لقيته هتاخدني العب معاك كوره؟ ماشي انا موافق انا هطلع ادور عليه. اما اخد اللبس بقى واحطه في الاوضه بتاعته واقول ان انا لقيته. كريم يا كريم اطلع بسرعه انا لقيت اللبس بتاعك تعال. طبعا لازم تلاقيه ما هو في الاوضه بتاعتك اما اروح بقى بسرعه احكي طنط الحكايه دي. بجد انت لقيتيه؟ ايوه لقيته في الدولاب بتاعك موجود تحت الهدوم خالص. تعالى بقى ما ورهولك. يا طنط عايزة احكي لك على حاجه قبل ملك ما تنزل خير يا ساره في ايه انا شفت ملك النهارده عند النادي وهي لابسه نفس اللبس اللي كريم بيدور عليه وكانت عامله نفسها ولد وانا لما شفت الولد ده قلت ان هو شبه ملك جدا بس ما توقعتش ان هي ولما رحت اكلمها زعلت ومشيت بعيد وكمان هي نفس الولد اللي كريم شافه معقول ملك وصل بيها الدرجه ان هي تعمل كده انا عارفه هي بتعمل كده ليه من بعد موت باباها وهي كانت صغيره قوي وكنت بخاف عليها جدا وكنت بسيب اخوها يخرج براحته ويعمل كل اللي هو عايزه وكانت دايما تقارن بينها وبين اخوها هي بقى حبت تعيش الدور وتعمل كده اكيد كانت عايزه تعرف الفرق بين حياه الولاد وحياه البنات طيب يا طنط بقى يا ريت حضرتك ما تقوليلهاش ان انا قلتلك ويا ريت كمان كريم ما يعرفش انا بقى هراقبها واعرف بتخرج امتى وترجع امتى لقيت له اللبس اللي كان بيدور عليه يا ماما هو بس بيدلع ومش بيعرف يدور كويس طبعا يا حبيبتي انت شاطره وبتدوري على كل حاجه وبتجيبيها كويس مش عارفه من غيرك يا ملك كنا هنعمل ايه ما كنتوش هتعرفوا تعملوا حاجه يا ماما انا برضو متاكد ان في حاجه غلط بتحصل لا يا كريم ولا غلط ولا حاجه اوعدك يا حبيبي بعد كده مفيش لبس هيختفي من دولابك ابدا